في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم الفرحة اللي حسينا بها عشنا نهار كأول تجربة ديالنا في واحد الجو اللي إنساني وعائلي. نشطنا مع هاد الناس اللي استقبلونا وعاشوا معنا الأجواء الجميلة. وبهذه المناسبة درنا مفاجأة زوينة للوالد، للأسف ما عجبتوش. خليكم تعيشوا معنا حتى نتوما اللي حسينا به في هذا الفيديو. يلا أهوي أهوي إخوان، اليوم فرحان بزاف، واحد الفرحة غير متناهية. وفرحان من داك الشيء فيه إخوان. اليوم كاين واحد الفيديو وكاين بزاف ديال المفاجآت، ما بغيناش نحرقوا لكم والو حتى تمشيو معنا. قول لهم بعدا في غادي. أول حاجة في غادي، أول حاجة غادي نمشيو ليه تملول، ولكن ما عرفنا واش الحبس ولا المقاطعة. واش يقولوا لي ولا لا ما نقول لهم والو. إخوان بقاو معنا باش تشوفوا واش الحبس ولا المقاطعة ولا العمالة ولا البلدية ولا البلدية تبطر باش نديروا الضلا. المهم إخوان، هذا الشيء غنخليه مبهم حتى من بعد الخوت، وغادي تكتشفوا معنا هذا الشيء إلا بقيتوا معنا حتى لاخر الفيديو. يلا الرور ما عنده ما كاش ورور يا ورور اخوان. اليوم غادي نحتاجوا هاد لي صونو هادو كيف ما كتشوفوا. اشنو غادي نديروا بهم؟ خليوكم حتى الفيديو باش تعرفوا شنو غادي نديروا. لا صوني مزيانه، لا كل هادي كلشي كاين. يلا سير على صوني بسميتها ولا باتري. هادي التهيات ديمار الاخوان. دابا كيف ما كتشوفوا شارجينا دابا الصنوات ديالنا، دابا مازال ما عرفنا الاخوان فين غاديين، فخليكم معنا الاخوان باش تشوفوا فين غاديين. يلا طلع يلا كيف ما كتشوفوا الاخوان، جينا لدار العجزه اللي كاينه في ايت ملول. قررنا ان اليوم ان شاء الله نحتفلوا معاهم. راكم عارفين الناس هنايا ما كيخرجوش بزاف، كيبقاو واقفين نفس الروتين، فجينا اننا نفوجوا عليهم. ديجا راه رونتيها الاخوان واحد لونس في انستغرام، يعني احتاغا باللعب هكا، وسبحان الله العظيم الناس تفاعلوا معها وصيفطونا المساعدات. اللهم لك الحمد، راه خدينا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يستافدوا منهم هاد الناس هادو باش اكتشفوهم. يلا معنا وغادي نبداو بالماكله. ديجا راه الوحده هادي، الوحده راه هاد الناس هادو راه عندهم 8 توقيت الوحده الغدا، فهمتي؟ راه حتى انا خصني كاين النشاط اليوم. اجي كاين النشاط اليوم. شوف راه النشاط تنغطى. السلام عليكم. ما كاينش الصحو الرضيع. جيب البناتين. وكاينين البنات، كاينين الدراري. واش بيدير البنات؟ كاينين الدراري. لا بغيتنا البنات واش تفهمها. كاين واحد الشيباني غنجيبو لك هنايا. ماما بالك مزيان هادشي. اللحم عندنا اللحم طيب بس محمر، وعندنا البرقوق، وعندنا البيض. جبتوا الله يخلف عليكم، جبتوا المناظر، جبتوا الماء، جبتوا الخور. الله يخلف عليكم. هادشي راه بالمساعدة ديالهم، المساعدة ديال الناس اللي كتشوفوا. الله يخلف على كل واحد ساهم شي حاجة وكل واحد جاب شي حاجة، الله يخلف عليه. أنا باش نعطيكم واحد المعلومة، أنا راه هنا في هذا المركز من نهار اللي تحل، كان جلس سيمانة 10 أيام من نهار ديالها ديالها. وكنشكر زكور إبراهيم وكنشكر المدير وعلى رأسهم زكور إبراهيم، هنا خطبه لينا من هذا المركز. تبارك الله، كنوجهوا ليه تحية كبيرة. بالنسبة للروتين الغذائي ديال هاد الناس هادو، واش كيكون روتين متنوع ولا؟ روتين متنوع بالنسبة للمركز. روتين متنوع والمحسنين كل واحد كيدير داكشي علاش قدر. حيت البارح سمعتك قلتي لي جيب لي حيت الناس كيجيبوا الدجاج بزاف. فعلا الدجاج يبغى يطلع لهم في الراس. حنا درنا الغدا نهار الاربع، درنا الكسكسو خماسي بالريوس ديال البقري والتقليه. كنديرش داكشي اللي كيدار دائما، كنقدر ندير التقليه، كندير الشرعين، كندير الحوت، كندير الكسكسو خماسي، كندير كنجمع القديد، كنمشي حتى للعربيه ديال الخوال قاو يوسف الشمعيه فين كنجمع القديد. Спасибо.
وباش نتعرفوا على أرجاء المصلحة غيرفقنا الأستاذ زقورة مدير دار العجزة. شوف الاخوان هذا سدو في كيناسو في كاين جناح النسوي كاين مسجد ديال النساء مسجد ديال النساء واحد القضيه كاينه حيت الناس هنا البيرسونيل قليل عندنا نازله وهي كتعاوننا في الجيش غاليه ياك لاباس لاباس رديتي فيها الزيمه راه فاش سولتيها واش تغدات قالت لك لا هي راه تغدات مسكينه فيها الزيمه هنا كاين جات هذه هي الفنانه ديالنا كدير لينا داك الشيء ديال الجلال بسميتها يعني تبارك الله يعني هذا حرفه في الدار كتخيلها جو عندي ناس بغاو يديوها ما بغاش تمشي ياك انا جات بينا شي باكي مع السي ابراهيم ياك غادي تبقاي مع السي ابراهيم الله يعمرها دار ولدي الله يخطيك بارك الله فيك الله يطولك في عمرك تبارك الله بخير بارك الله لاباس ابراهيم يا ابراهيم ياك الصباح بخير ماشي بخير زين لاباس دارك الامور هانيه ولا ما يدنا لي توشكال ميرتي قال لي شي الحين قالش لحي قالش لحي ان شاء الله يخلينا ربي مغرب بحر ولا البر اللهم امين يخلينا ربي هذا ما تقرب بيد العين وريت تغرين ان شاء الله يخلينا ربي اللهم امين الوالد زين لك قلت لي الصباح ربي اللهم امين قالوا لنا داو ندير صحه ربي اللهم امين صحتنا اشتي رجال بغا الامراض اللهم امين ولا السي ابراهيم ولا حتى كوني حتي ركاز دويه ديت ان فيها تمخيرني ركاز ورا تمخيرني دار هذا فعلا فعلا اللهم يا سيدي والدينا شفتني وربي صرفهم اللهم امين سبحان ربي والسلام حاليا عندنا خصص القهوه والبلبوله والسكسو القطاني القطاني الفول الفول العدس اللوبيا الجلبانه شتي فاش كيكون الخصص هادو كاين السي بيشا الله يرجع بخير كل شهر كتفتح بحال هذا سميتها بيشا بيشا الله يفتح حلو هذا الشيء اللي كاين كنحيي جميع اللي شارك من بعيد او قريب في هذا الخير هذا الله يبارك الله بالخصوص السي خالد مع الوالد ديالو الله يبارك الله فيك الله يجزيكم مزيد من التعلق اللي بغى يجي يزورنا يجي يزورنا يعني هنا راه مفتوح للجميع يعني حتى اللي بغى يجي يتطوع معنا يتطوع معنا ماشي مشكل يجي من الصباح حتى العشيه ما كاين حتى مشكل دابا حاليا ما عندناش لي مويان بروموش باش نزيدو ولكن كاين جمعيات اللي كيجيو نهار الاحد سيرتو واحد شويه الجمعيه كيجيو من جعيلات كيجيو من بيورا كيجيو كيقولوا ودي بغينا ندخلوهم نغسلو لهم هنا في الحمام حتى المساعده واخا عندك المضاير في جيبك الا ما كذب لك الله الا ما وفقك الله راه ما دير والو ما غدير والو هادشي اللي كاين بالتوفيق ديال الله كذب لك الله دير الخير ما غاديش دير كتبنا انا الصوت ديالك يكون وصل للناس بالنسبه للمواد اللي خاصينكم هنايا كيف ما ذكرتي ان شاء الله يكون خير شكرا بزاف سي زكوره سمح لنا على الوقيته ديال مالك الله ابراهيم شي نكملوا الانشطه ديالنا شكرا بزاف غادي نكون مرحبا بكم شكرا بزاف لك سي زكوره فريق اخوان غادي نكملوا ان شاء الله الانشطه اللي باقي عندنا باقي تجروبي دابا راه الناس قصوا بداو كيرتاحوا دابا غادي نبداو في الاكتيفيتي الثانيه من بعد الماكله اللي هي الحسنه معنا سي ابراهيم تحيه ليه حتى هو هو الصديق ديالو الله يحفظكم هما اللي غادي يتكلفوا بالحسنه ديال هاد الناس هادو السلام عليكم سيدي كيف الحال كلشي بخير قول لي شنو هي كانت المهنه ديالك الحلاقه الحلاقه فين اقول ميم دابا راه فاش عرفوا بانه حتى هو حلاق تاع عشرو سبقتيه دابا مزيان سيدي اللهم يسر شتك جاي بالماكينه ما كاين الزيزوار كاين او يا شو بيتي الزيزوار الزيزوار نسى حنا دابا في 2023 لا 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 باقي في الحاله القديمه ياك والله يخليك الله يطولك في العمر هذا سي الحاج وبالنسبه لسي الحاج دابا الظروف ديالك تجيتي لهنا كيفاش مريض شويه كنتي مريض وجيتي لهنا وتلاقيتي بان الناس هادو غادي يتعاونوا معاك وغادي يهزوا لك المرض ديالك بخير ما عندكش العائله ما كايناش ولا كاينه ولكن بحال اللي ما كاينه اللي ما كيزورك هي ما كاين راه 6 سنين وانا هنا دابا 6 سنين والعائله اللي ما كتزورك 6 سنين راه احسن ليها كاع تموت كاينين الاولاد جابوا والدي ولا كاينين الاولاد جابوا والديهم لهنا وي وي كاين الوالد جابوا الاولاد سير الله انا ما فهمتش انا هاد الاولاد هادو الكبده عند الكبده اللي عندهم ماشي من الكبده عندهم ماشي ولادو هادوك غير ولاد الخلا ولاد الخلا والله الا ولدو فيهم الخلا بالله دابا انت شوف نسى كلشي دوك الهموم والمشاكل والدرس ديال الحاج السميه ديالك لا الحسين السي الحسين واش السي الحسين تو غانا تزلط اليوم غادي تضرب الديكرادي غادي هكا اللي ما كيصلي هي ماشي بنادم والله يوا غادي تطيح البقه صاحبي عاوتاني على بنادم هنايا البق اي صاحبي على انا بايكو ويا قال بايكو واش زعما غتبان زوين طيح تيديس صاحبي اما ما كاين ما فكرتيش تعاود تزوج السي الحسين عطى الله العيرات هنا بانوا لي مسكين شهوة منه فات الحال اللي قال فات الحال هذا عاد ضرب واحد الديكرا دي مزيانه وسير صاحبي توكل على الله الا بيتي نخطبوا راه دفعوا على حساب انايا لا عندي صنع عيان غير سمونا فردو طيب غير ساتيرين سير الله حد اليوم صحاب راحة تحسينة ديال نخليوك ترتاح رغم الابتسامة اللي مرسومة في وجه السي الحسين إلا أن النظرات ديالو كتخفي الحزن على العائلة اللي ما بقاتش كتسول فيه ولا كتذكر سميتو
بصحتك اسي الحسين. بارك الله والله سيدي لا النواور. واه قلت لك راه طيح البق طيح البق. واه سير سير جيب شي دويره عند العيالات وغتفرج سير. يلا سير على الله. عمليك ها هي صغرت عمليك. بركات مرحبا بكم هاتي الفرقه ان شاء الله العزازات ان شاء الله تفرح سبنون فرح سكان سبنون كان ان شاء الله هذا سي تقربت يك من تخرج هذا سي حضر بيت الوان هذا سي صاحب بما غير السباب البحر ولا البر ولا التجاره ولا الصناعه ان شاء الله هذا مو صاحب ان شاء الله كرا غتبدل فرح سبنون بركات مرحبا بكم اكبر بالصدقه النون اكبر بالاقدام النون اكبر بوال النون اكبر بكرا تداروا يا الخليبية عدو الزين عدو الحمام كاتبو في داروا داست حمام خلات الحمام عي قرقر داست البيضة خلات عزان عي خمو. الحمد لله كيف ما كتشوفوا تمكننا أننا نرسموا الابتسامة على وجه هاد الناس وخا هادشي اللي درنا قليل في حقهم فكنوجه النداء ديالي لاي واحد شاف هذا الفيديو وقدر يعاون هاد الناس بالكثير ولا بالقليل حيت هاد الناس محتاجين لنا بزاف والله لا يضيع اجر المحسنين. الله الله يا العالم الله يا العالم يا العالم علاش كيموتوا الاولاد كيموتوا علاش شابه صغيره ولا عزبة كي سمت رمضان والعالم يا العالم دراري واجدين واجدين ايه هو داري وداري دابا غادي تشوفوا معنا المفاجاه اللي قلت لكم عليها في البدايه ديال الفيديو مع الجروب ديال المليمه دي كاع هادشي هذا اللي شفتوا في هذا الفيديو راه غادي تشوفوا لي كونتاكت ديالهم في الديسكريبسيون وفي اول تعليق طبيعه الحال الانستغرام ديالهم النماري ديالهم اللي باغي يدير شي نزهه مرحبا الاخوان المفاجاه اللي قلت لكم عليها هو ان اليوم كاين عيد ميلاد ديال الدار يعني نسقت انني ندير هذا البلان هذا ديال الدار العجزه مع عيد ميلاد ديالو باش يفرح في عيد ميلاده وما كاين غير نشاط الدراري دابا شوف فرقعوا لي الريتم جري بالك في التصويره واو ولكن راه اليوم راه شوف راك ما عرفتش كاع اليوم شنو كاين اصاحبي شنو كاين عيد ميلادك اصاحبي جوايو زان فيغتيغ
ماشي اليوم العيد الميلاد ديالي. واش انت مريض؟ راه شهر واحد شهر ستة صاحبي. دير الله يهديك صاحبي. واه عندي لا كارت، هذا كارت الحمار. قبح الله واش عيط عليك. زكا عليك زكا عليك زكا عليك. ما حشمتيش. واش دابا انا هادشي قول شي اللي درا؟ معليش نعاودوه. ربي سمع لينا سمع لينا. معليش شي قول شي اللي درا دابا ما فيها لا كارت والو. الله يهنيك انت والحلوة ديالك. واش دابا شي قول شي 190 زيرو؟ ها قرا قرا. اش كاين هنا؟ وراه زديتها لك اصاحبي وشفت فيها؟ لا راه كارت ناسيونال ديالي. ايه ولا 11 بلاتي؟ واحد شهر ستة صاحبي، واحد شهر ستة. معليش معليش دابا مرحبا بكم، مرحبا بالحاج. انت دابا عندك الغلط في الميلاد ديالك. دابا المشكلة والله إلا غلط دابا انت ما عندكش مشكل، غلطتي، الغلط كيتصلح. دابا الحلوى جات غيستافدوا فيها النزالة إن شاء الله ديال دار المسلمين ديال العيد ملول، المركز ديال سميتو، وفي نفس الوقت غنحتفلوا ونعاودوا نحتفلوا معك في عيد الميلاد. لا 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 هذا اللي كاين، هذا اللي كاين. لا لا والو والو نعاود الله يعاون. من هنا غادي نقول لكم سالينا الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا. كنبغي نقول تحيه بزاف لكاع الناس اللي شاركوا معنا في هذا العمل هذا، حاولنا اننا ندخلوا به الفرحه لقلوب هاد الناس هادو. شكرا لكم بزاف. كنتمنى للمحسنين يشوفوا هاد الناس هادو يشوفوا الحاجه مره ويحنوا بقلوبهم ومره يزوروا هنا يشوفوا واش كرهنا نمشي الحاج حتى يوميا يكونوا معنا. المواد الغذائيه بحال القطاني بحال سميتو المواد الغذائيه مواد التنظيف الدواء هادو مسائل مهمه. المواد الغذائيه مواد التنظيف المحسنين الله يجازيكم بخير. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان وما كاين غير برعني تبارك الله عليك. والضاله والضاله ان شاء الله.